السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده اليوم ال13 لكتاب اكستس. المقولة النهارده بتقول: الرسائل المكتوبة يدويا يبقى جمالها ابدي. لو رجعنا بقى بالزمن لتاريخ الرسائل، هنلاقي اول حاجة بدأوا بيها كانت الطبول. بعد كده واحدة واحدة اكتشفوا النار، فبدأ الدخان هو اللي بيعمل لا رسائل انذار لا رسائل سلام. وبعد كده الدنيا تطورت اكتر، وبدأ يكون في الحمام الزاجل، وانتشر اكتر في العصر الاسلامي. واحده واحده بدأ يظهر التليفون، بعد كده بدأ يظهر الفاكس، ومن الفاكس على طول على السوشيال ميديا. الفكره ان السوشيال ميديا مبقتش بتدينا وقت ان احنا نقعد نكتب ونفكر في الحاجة اللي احنا هنتكلم عنها او اللي احنا هنقولها. بقى سهل جدا ان احنا نكتب معايدات، وسهل جدا ان احنا نبعت تعازي لأي حد موجود في العالم. ده حاجة ايجابية، بس في نفس الوقت حاجة سلبت مننا متعة، وهي الكتابة بالإيد والورق والشمع الأحمر وكده. ودي التجربة اللي أنا هعيشها معاكم النهاردة. هعيشها معاكم بأن أنا هكتب رسالة لي في المستقبل، بعد سنتين هفتح الرسالة دي المختومة بالشمع الأخضر الشمع الأحمر، وهبدأ أن أنا أقرأ أنا كتبت لنفسي إيه من سنة. طبعا يدينا ويديكم طول العمر. وأنا بكتب الرسالة لنفسي اكتشفت ان انا واحده واحده بدات ان انا افكر في الكلام وانمقه، استرسل، وممكن اشخبط، وممكن ارمي الورقه واقول لا مش ده الاحسن حاجه. عارفين اللي هو الواحد بيجيب احلى حاجه عنده، بيكتب احلى حاجه عنده عشان يوصل للرساله المنمقه. فانا يعني بدأت كتبت رسالة، حطيتها في ظرف، وبعدين بدأت أختار أختم بيه الرسالة بتاعتي عشان ما تتفتحش، ورد مجفف طبيعي للذكرى. عايزة أقول لكم ديت كانت من أكتر الحاجات الممتعة اللي أنا عملتها طه في الفترة دي. فأنا بدعوكم إنكم تعملوا كده. ممكن تكتبي رسالة لحد أنتي بتحبي، خطيبك، جوزك. ممكن تكتبي رسالة عتاب لواحدة صاحبتك، بس عتاب دوت عشان عايزين العلاقة تبقى أحسن. أما لو احنا عايزين نقطع خالص بلاها جوابات. ممكن تكتبي رسالة شكر لحد انتي بتحبيه، حد وقف معاكي في وقت أزمتك، حد كان ليه فضل عليكي حتى لو ما عملش حاجة غير ان هو وقف جنبك، غير ان هو صدقك. اكتبي له رسالة شكر. ممكن تكتبي رسالة شكر لنفسك على فترة طويلة من الاكتئاب، أو فترة طويلة من الجهد، أو بتشتغلي على حاجة وأنجزتي فحابة أن أنت تشكري نفسك على الإنجاز والتعب والسهر اللي أنت مريتي بيه الفترة اللي فاتت. هتلاقوا الموضوع ممتع جدا، هتلاقوا الموضوع مش هياخد منكم وقت على قد ما هتستمتعوا بيه. بنصحكم أنكم تشغلوا حاجة بتحب تسمعوها، وتقعدوا في مكان بعيد عن الموبايل وبعيد عن السوشيال ميديا، وتبدأوا واحدة واحدة تشوفوا انتوا عايزين توصلوا الرسالة دي لمين. هل لحد بتحبوه، او حد هتعاتبوه، او شكر، او لنفسكم، وهي دي الاهم. يعني اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الطريقة دي. اكتبولي في الكومنتات هل انتوا انبسطتوا ولا لا زي ما انا انبسطت. طبعا مش كلنا عندنا الشمع الاحمر، فمش كلنا هنعمله، بس لو تقدري ان انت توفريه اعمليه كده. ياريت تكتبي في ورق قديم عشان تبقى رسالة منمقة، حاجة كده اللي هو من العصر الفكتوري او العصر القديم. حقيقة تجربة جميلة، وحقيقة هتفصلي لو عندك ضغوطات او متوترة او كده هوت، وعملتي التمرين دوت او كتبتي الرسالة دي،
اوعدك ان انتي هتفصلي زي ما انا فصلت بالظبط، وزي اللي هو باين في الفيديو. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالتجربة ديت، واتمنى انكم تشاركوني التجربة بتاعتكم تحت في الكومنتات، وتابعوني على الانستجرام وممكن نتواصل. دمتم مبدعين. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة انا بنزلها. مع السلامة.